نيجي بقى هنا للناس اللي مش عارفه تعمل دايت في رمضان. غدا كده سالتنا على اليوتيوب، قالت لنا ان هي مش عارفه تعمل دايت في رمضان. طيب يا غدا، انت سؤالك متاخر جدا لان رمضان فاضل له 5 ايام بس انا هقول لك تعملي ايه. اول وجبه كده تبداي بيها، هنبدا بالسلطه، نبعد خالص عن اي مكرونه او رز او عيش، هنبدا بالسلطه والبروتين بتاعنا بس. وكاي سفره مصريه كده بنلاقي فيه عصير موجود، طبعا ده هنبعد عنه تماما. لو هنبدا بحاجه سكريه هنبدا بتمرايه وكوبايه ميه، وبعد كده زي ما قلت لك هنخش على السلطه والبروتين بتاعنا. ممكن بعدها كده بساعتين ناكل 5 معالق رز او 3 معالق رز على حسب النظام بتاعك. وهنا يفضل مصدر كارب واحد بس. احسن مصدر للكربوهيدرات هو الرز عشان مليان الياف، والرز البسمتي اكتر. لقيت نفسي بقى مهبط ومحتاج سكريات، فاروح للفاكهه. عندك التفاح والفراوله، احسن 2 معانا في الدايت. 100 جرام من الفراوله 35 سعره حراريه، اما 100 جرام من التفاح لا يتعدى 50 سعره حراريه. لو ضعفت مثلا ولقيت كنافه او قطايف انا اعملهم، هتلاقيهم في الصفحه عندي على اليوتيوب، اعمل طريقتهم ازاي تبقى دايت وصحيه. وبس كده، في نهايه الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك وتفعيل زر الجرس علشان نحقق الساعات المطلوبه مننا في اليوتيوب. صباح الفل عليكم.